أنا صغير كنت أقضي وقت كتير بالأتلية لأنه أنا كنت أروح على المدرسة أعتبرها أنه خلصت المدرسة يعني خلصت كل شيء أجي دغري على الأتلية عند أهلي وضل معهم بين إيديهم يعني تلاقي بدلة رايحة بدلة جاية شوف بي كيف عم يدير الأمور بطريقته هو شوف كيف عم يمشي ويتابع الشغل استوحيت من جو الأتلية بس أنا كتير بهمني الطبيعة بحب أمشي وكيف ما أمشي بلاقي حالي عم فتش على combination of colors فكر كيف ممكن أخلق روح جديدة للكاتس بستوحي كمان من السينما الشخصيات وحقبات من الموفيز بيعطوني هنتس وأفكار عديدة مثل لأخلق الكاركتر لازم لباله ألوان كات combination كل هول الديتيلز بيخلق الكولكشن الديتيلز هني بشغلي من أهم شيء قدمته أنا أول ما بلشت اللاين تبعي يعني اشتغلت كتير على الديتيلز على العروة على اللون العروة موقع وين بدها تكون العروة البطانة من جوا الديتيلينج من جوا تجديد الديزاين أو تجديد الديتيلز بأي كات أو بأي بدلة بتوقف على روح الموديل يعني اليوم أنا إذا بدي أعمل كولكشن بتباين 7 سنين بدي أعمل كولكشن فيها سبيريت ما أكيد بدي استعين بالكلاسيك بيس ومنها أنا بنطري بعمل ديتيلز بتشبه كاركتير نمر سعادة 100% أنا جاي من باك جراوند شرقية وهذا الشيء أثر كتير على شغلي وبما أنه بتابع الموضة بالغرب جمعت التو ستايلز وطلعت بكوب نمر سعادة مثل الولد الصغير يلي بيتعلم البيهيفير المزبوط من أهله هيلا وهيدي إيه وكيف بتعلم الحكي والمشي يصير يحكي أكتر ويصير يفسر ويعبر هيك أنا تعلمت بتعلم هالشغلة من أنا وصغير يعني بي وجدي وعمي وعمي صرت اليوم نمر سعادة هوت كوتير من ورا خبرتهم هني اللي أنا أخدتها اللي ربيت معهم واليوم عندي فاميلي صغيرة أراوني بتساعدني كمل المشوار مثل اخواتي بونيتا ونسرين نمر سعاده ليجاسي نمر سعاده فاميلي نمر سعاده هيستوري